كثير من البرامج المذاعة في وسائل الإعلام يقوم بها نساء حتى في إلقاء اللقاءات الإسلامية، فهل يجوز لأي مسلم الاستماع لأصواتهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صوتها ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها بالصوت، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا ينبغي أولا استعمالهن في الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك، ولكن متى وجد ذلك؟ فإن وجد من نفسه ميلا إلى صوتها وتلذذ وشهوة فليحذر وليبتعد ولا يسمع. فإن كان هناك فائدة في ما تلقيه فلن يحس من نفسه بشيء من التلذذ والشهوة للصوت، وإنما أراد أن يسمع الكلام المفيد الذي قد تلقيه أو الإنذار أو البلاغ أو ما أشبه ذلك، فأرجو أن لا حرج عليه في هذا الاستماع الذي لا يضر دينه. نعم.